السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها الوصول إلى الأسماء في هواتف iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، بدون فتح الرمز أو بدون فتح قفل الشاشة. يعني يمكنك الوصول للأسماء والاتصال بل وإرسال الرسائل من خلال هاتف الآيفون، سواء كان هاتفك أي هاتف، يعني تجد هذا هكذا، يعني هاتف آيفون أو آيباد موضوع على في أي مكان، تصل إلى الأسماء بكل سهولة، تتصل من خلال هذا الهاتف أو تبعث أيضا رسالة. وأيضا سأريك في هذه الحلقة إذا كنت تملك هاتف iOS طريقة الحماية من هذه الخطوة، فلا يستطيع أحد القيام بهذه الطريقة على هاتفك iOS. لا تبتعد كثيرا، ابقوا معي بعد هذا الفاصل على القصير لنمر إلى شرح الطريقة وطريقة الحماية منها. ابقوا معي. إذن كما ترى أمامك هذا الهاتف يوجد به رمز، لأستطيع الدخول إليه بطريقة سهلة جدا والوصول إلى الأسماء دون فتح الرمز. كما ترى أمامك ستقوم بالضغط مطولا على زر الهوم حتى يفتح لك سيري، بعد ذلك ستقول له هاي كما سترى أمامك الآن. هاي الآن ستقوم بالتعديل على هاي وتكتب أي اسم تريد البحث عنه، محمد، علي، أي اسم يعني تتوقع أنه مسجل أو هو مسجل، وتحفظ الاسم الذي مسجل به أو تريد البحث عن الأسماء المسجلة بالاسم الذي تريد البحث عنه. على سبيل المثال سأكتب محمد الآن وأقوم بالضغط على زر تم أو رجوع أو بحث، ويظهر لي كل الأسماء التي يوجد بها محمد والمسجلة في هذا الهاتف. كما ترى أمامك الآن اختار أي اسم. كما ترى أمامك مشاهدي الكريم دخلت إلى هذا الاسم، يظهر لي بريد إلكتروني، البيرث داي، الفيسبوك وكل يعني المعلومات عن هذه عن هذا الاسم. أضغط على مرة أخرى على تاب تو إيديت في الأعلى وأختار بحث مرة أخرى. كما ترى الآن اختار أي اسم آخر. كما ترى مشاهدي الكريم الآن أضغط مرة أخرى على الاسم هكذا لاتصالي به، وستطيع الاتصال بدون فتح قفل الشاشة والوصول إلى الاسم الذي أريده. طبعا هذه الطريقة فعالة ورائعة جدا في الحالات الطارئة، طبعا في حال كنت يعني مجبر على الاتصال باستخدام هذا الهاتف ولا تستطيع الرمز ولا تعرف الرمز، وصاحب يعني الهاتف لا قدر الله يوجد به مشكلة ولا تستطيع أخذ الرمز منه، فهذه الطريقة رائعة للغاية. إذا كنت لا تريد هذه الخاصية وتريد حماية نفسك منها، تنتقل إلى الإعدادات، بعد ذلك تذهب إلى قفل الشاشة أو تاش اي دي ورمز الدخول، تقوم بإدخال الرمز وتذهب إلى سيري هنا وتقوم بإغلاقه في قفل الشاشة فقط، طبعا لن تعطل سيري كاملة. الآن نقوم بإغلاق الشاشة مرة أخرى ونقوم بالضغط مطولا، لا يشتغل معنا سيري أبدا هكذا كما تراها، نقوم بالضغط مطولا لا يفتح معي سيري ابدا لاننا قمنا باغلاقه من الاعدادات واعدادات رمز الدخول والتش اي دي. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة وأعجبك هذا الشرح، لا تبخل عليه بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على قناة ومدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.